مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. مساكم الله بالخير، معاكم أخوكم مشاري الحمود، حاليا متواجد في مطار الكويت وبتجه إن شاء الله إلى كوريا الجنوبية بدعوة من هيئة السياحة الكورية لتغطية مهرجان صيد الأسماك على الجليد. يمكن وايد منكم شاف تغطيات لكوريا الجنوبية وفي منكم يمكن راح لها، لكن أتوقع أغلبها كانت في الصيف. هذه إن شاء الله راح تكون مختلفة لأنها في موسم مختلف، فعاليات مختلفة، أشياء إن شاء الله تكون جديدة عليكم. رحلتي على طيران الإماراتية مدتها 12 ساعة، راح تكون كالتالي: من الكويت لدبي ساعة 40 دقيقة، بعدها ترانزيت ساعتين، وبعدها من دبي لسيول أو سيول العاصمة الكورية 8 ساعات وثلث إن شاء الله. الحمد لله وصلنا بالسلامة، وإجراءات المطار كانت كلها سهلة. طبعا مواطنين دول مجلس التعاون ما يحتاجون فيزا، لكن قبل لا توصل وانت بالطيارة راح يعطونك 3 كروت لازم تعبيهم. الكرت الأول استبيان صحي بسيط، والثاني كرت الوصول تعبي فيه بياناتك وسكنك وسبب سيارتك، والكرت الثالث في بياناتك وأسئلة إذا كنت جايب وياك مثلا بضاعة أو أكل أو مبلغ مالي لازم تفصح عنهم. شغلات بسيطة وسهلة. الإنترنت في كوريا الجنوبية متوفر في كل مكان عام تقريبا، ومجاني وسريع، لكن إذا كنت حاب تشتري لك سيم كارد فأنا أنصح بشركة SK تيليكوم. تبي تشتري سيم كارد أو واي فاي، يوفرون واي فاي متنقل إذا كان عندك أكثر جهاز، فطبعا يفيدك الواي فاي. سعر الواي فاي 3300 ون، يعني تقريبا 3.3 دولار، يعني 800 فلس كويتي أو 900 فلس كويتي لمدة يوم كامل ومفتوح. طبعا تستلم منهم الراوتر وترد لهم قبل لا تمشي وترد ديرتك. وصلنا الفندق، فندق كورتشارد ماريوت. هذه الغرفة، الحمام وانتو الكرامة. من الأشياء اللي قريتها عن كوريا قبل لاي، كاتبين وانتو الكرامة عن المراحيض انها غريبة، تقدر تتحكم في درجة حرارتها ودفعها واشياء ثانية اكثر. حاليا مجتمعين هنا، عندنا اجتماع يعطونا فكرة عن البرنامج اللي راح يقدمونه لنا في الأيام الجاية إن شاء الله. Named as one of the 7 wonders of winter by CNN, the Sun Tunnel or Trout Festival is by far the largest and most popular winter festival in Korea. But this year, the event was postponed for a week. نظرة سريعة على ريوق الفندق. هذا البرنامج اللي أعطونا إياه أمس واللي راح نغطيه إن شاء الله خلال هاليومين. طبعا صعب اني اغطيه كله واصوره لكم، بس لكن بحاول اصور اللي اقدر عليه. وفي شغلة قالوها امس لنا ان المكان اللي بنروح له في صيد السمك ما راح
نقدر نصيد فيه وتأجل لأن درجة الحرارة مرتفعة، بالتالي الجليد يمكن ما راح يكون كافي أو متماسك بحيث أنه ممكن نمشي. هذا الباص اللي بمر فيه إن شاء الله. الحمد لله وصلنا إلى بيونغ تشانغ بعد درب مدتها تقريبا 3 ساعات. هذه خريطة بعض الصور. شوف النهر شو متجمد. طبعا المكان اللي كنا مخططين نروح له تقريبا نفس فكرة هذا، ان يكون نهر متجمد ونصيد فيه السمك، بس انا الحين حرارة مرتفعة فمو كافي. شوفوا مثلا هناك مو متجمد. احنا وازلنا في نفس الحديقة ومرينا على هذه البيوت واللي هي معابد صار لها أكثر من 634 سنة وما زالت تستخدم إلى الآن. طبعا تم ترميمها وتجديدها من بعد الحروب والحرائج. هذه قاعدات الكافيه الأرضية، لازم تفصل تكفون الجوتي إذا تبي تقعد هناك تشرب أو تقعد في الطاولات هذه اللي هني. طالبين لنا أكثر من نوع من الشاي والقهوة. هنا بنشوف نجرب. هذا الشاي ونفسه من هذه الأشياء جايبينه. And this one please. هذا ياباني من نوع ثاني. أيوه هذا. كل واحد منهم اللي هني كل واحد له نوع مختلف من الثاني. أكل غريب طالما أنه نباتي وما في شيء من اللحوم فما يمنع أن نجرب. تونا واصلين المكان الثاني وقبل لا أتكلم عنه تو أعطانا الأكياس هذولا. تخض الكيس توصل درجة حرارته إلى 70 تقريبا ويدوم وياك مدة 18 ساعة. تحطه بمقباتك وراح يدفي جسمك. اللي سمع بفرقة البي تي اس الكورية عندهم فيديو كليب مصورينه بهذا المكان تحديدا هناك. الحين بنروح نشوفه. بالمناسبة هذا صج دافي، ما ادري شلون مسوينه، ما ادري شو المكونات اللي داخله، بس غريب يعني يقعد 18 ساعة عندك ويدفي الجسم. لأن بالصيف هني تصير فيها أنشطة وفعاليات وايد وهو على دربنا فيابونا لا نشوفه. على نفس تقريبا امتداد الشاطئ اللي تم ساعة كنا فيه في هذه المنارة. طبعا مرتفعة وتطلع على منظر حلو هناك. الحين اصوره لكم. راح ندش في هذا المصنع ونتعلم شلون نسوي القهوة.
هذا المعلم اللي يشرح لنا شلون نسوي القهوة. واختصر الكلام قال ان هني بس في شخصين محترفين يشتغلون في هذا المكان، وفي ثلاث مكاين، وكينة الاولى 10 كيلو تاخذ، والثانية 30، والثالثة 60 كيلو. والبن يخلونه هني لمدة 5 أيام، يخلونه بحد أقصى من 5 أيام إلى 10 أيام، إذا زاد عن 10 أيام يقطونه عشان يخلونه فريش وطازج. لفتت انتباهي هذه اللوحة اللي مكتوب عليها عربيكا، فسألتك له شنو موضوع العربيكا هذا، عندكم قهوة عربية هني ولا شنو؟ كان يقول لي ان القهوة العربية اللي هني مقصود فيها اليمن، وان اليمن اول دولة في العالم تصدر القهوة، مكتوب تقريبا 1658. كل الدول الثانية من ضمنها البرازيل، كل باقي الدول صدرت بعد اليمن. معلومة حلوة. From the middle. You slowly. Yeah. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Yeah. Good. 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 المطعم نفس فكرة القهوة، تفسخون تكرمون الجوتي، قاعدة تصير أرضية. طبعا الأكل كله سي فود، أكل بحري. وان قاعد 5 دقائق بس عشان امسك القطعة. بسم الله. ولا طيب، هذا قبقب على كرامة، بس انا اشوف عيش. كوري يميل انه يكون صحي، بحيث انه ما يحط ملح بالاكل يعني يضر الصحة، ولا يستخدمون شيء فيه شكر يشربونه مثل المشروبات الغازية، فيفضلون الماي. لكن ممكن تحاول. كان تقول لي كوري يميل انه يكون صحي، بحيث انه ما يحط ملح بالاكل يعني يضر الصحة، ولا يستخدمون شيء فيه شكر يشربونه مثل المشروبات الغازية، فيفضلون الماي. لكن ممكن تحاول. كان تقول لي تبي يعني سوفت درينك مشروب غازي؟ قلت له اي والله ابي بخاطري 7. جابت لي 7 عشان يبون حق العموم، ولا طلع العموم كلهم مشتهين بس مستحيل يطلبون. Safety box. كان بالطابق 14. هذا ما أدري هل هو تابع الفندق أو فندق ثاني، الله أعلم. هناك المطعم اللي تعشينا فيه قبل شوي.